السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اعلن نادي نهضة الزمامرة المغربي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية عن ضم لاعب ميلان الايطالي السابق الدولي المغربي هاشم مستور لصفوفه بداية من الموسم المقبل، في خطوة مفاجئة وصفها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بقنبلة سوق الانتقالات الصيفية، حيث رحب النادي المغربي في بيان مقتضب له بانضمام مستور لصفوفه متمنيا له مسيرة موفقة رفقة الفريق الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية. وبالعودة لمسيرة اللاعب، فقد ولد اللاعب الدولي المغربي السابق هاشم مستور في ريجيو إيميليا شمال إيطاليا في يونيو من العام 98-900 لأبوين مغربيين، وفي العاشرة من عمره بدأ ممارسة كرة القدم في الأحياء قبل أن ينضم اللاعب إلى فريق مدينته، حيث لمع نجمه بشكل كبير وتنبأت له الصحف الإيطالية بمستقبل زاهر لما يتميز به من سرعة كبيرة ومهارات عالية، حيث شبهه العديدون بالبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. وبدأ هاشم مستور مسيرته داخل نادي ريجيميا قبل أن ينتقل لميلان سنة 2012 عن عمر لا يتجاوز 14 سنة، بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية كبيرة، حيث نجح اللاعب المغربي في إقناع المدرب الهولندي لميلان أنذاك سيدورف لمؤهلاته بعدما انضم إلى قائمة الفريق الأول في عمر 15 سنة في موسم 13/2014/2000 في مباراة ساسولو ضمن الدوري الإيطالي، حين كان على وشك تحطيم الرقم القياسي كأصغر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي، غير أنه لم يشارك في اللقاء وظل احتياطيا. وفي 16 من عمره انتقل مستور إلى صفوف إيسي ميلان مقابل 500,000 يورو، وكان حينها أصغر لاعب ينشط مع محترفي الدوري الإيطالي. أشهر بعد ذلك تراجع مستوى اللاعب، ما دفع النادي الإيطالي إلى إعارته إلى مالاغا الإسباني، غير أنه ظل حبيس دكة البدلاء ولم يلعب أي مباراة، حيث لم يقدم ما يشفع له للعودة لصفوف بطل الدوري الإيطالي ميلان الكبير، ليتبخر حلمه باللعب مع واحد من أكبر الأندية بالقارة العجوز. ومع نهاية إعارته لفريق مالاغا، سيخرج مستور من إسبانيا لينتقل إلى فريق بيكسفولا الهولندي، ثم في تجربة قصيرة مع لاميا اليوناني قبل أن يعود إلى ريجينيا الإيطالي، حيث ينشط إلى حدود يوليو من العام الماضي، لكن نادي لم يبدي أي ردة فعل لضمه بشكل نهائي لصفوفه، كما لم يتلقى أي عرض من أندية أخرى للعب لها الموسم المقبل، الأمر الذي جعله يقبل باللعب بالدوري المغربي مع صقور دكالة بالقسم الوطني الثاني. وحل اللاعب المغربي هاشم مستور ضمن قائمة أفضل 12 موهبة كروية في العام 2015، وذلك رغم عدم مشاركته في أي مباراة ذلك الموسم، حين قامت مجلة 442 البريطانية الشهيرة باختيار لاعب مالاغا 11 اسما آخر كأفضل المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية تحت 19 سنة. وعلى المستوى الدولي، فقد دخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في صراع طويل مع الاتحاد الإيطالي من أجل إقناع اللاعب الذي حمل ألوان المنتخب الإيطالي في بداية مسيرته الاحترافية، لكنه تراجع عن قراره السابق واختار اللعب مع المغرب بعدما خاض في العام 2015 أول مباراة له رفقة أسود الأطلس ضد المنتخب الليبي برسم التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2017، لكنه لم يحافظ على تواجده مع الأسود بعد ذلك، حيث اعتبر هاشم مستور أصغر لاعب يشارك رفقة المنتخب الوطني المغربي في مباراة رسمية. وتباينت ردود أفعال الجماهير والمتابعين للشأن الرياضي بالمغرب بعد انتقال مستور لنهضة الزمامرة، فمنهم من توقع بولادة جديدة لهذا النجم الذي لم ينصف نفسه لتنصفه كرة القدم، وبين من يرى في الأمر بأنه خطوة شبيهة بتجارب اللاعب في الأندية الأوروبية التي لعب لها من قبل وسيعود لعادته القديمة، لكن الجميع يتفقون على كون اللاعب
لاعب استعراضي جيد بمهارات وفنيات عالية، ولا يصلح لأن يلعب كرة القدم الجماعية.